بعدما أصبح يوسف عليه السلام حاكما في مصر، أتى بأبويه وإخوته 11 من أرض فلسطين، جاء بهم جميعا إلى مصر. وعاش بنو إسرائيل وهم بنو يعقوب عليه السلام في مصر دهورا طويلة وتكاثروا، وكانوا أعزة في مصر لأن يوسف عليه السلام قد كان حاكما فيها. وبعد مدة بدأت الحروب والعداوات تنشب بين بني إسرائيل وبين الأقباط في مصر، والأقباط هم أهل مصر الأصليين، وكلمة قبطي أي مصري، والقبطية ليست ديانة ولكنها دلالة على جنس أهل البلد، وهم أقباط مصر أي أهل مصر. فلما قامت الحروب والعداوات غلب الفراعنة بني إسرائيل وكانوا يستعبدونهم ويقتلونهم، حتى جاء فرعون شديد البطش والظلم فتجبر وطغى وزعم أنه الإله وادعى الربوبية من دون الله عز وجل، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم، قال عز وجل مخبرا عن شأن فرعون: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وكان فرعون يستضعف بني إسرائيل فجعل منهم العبيد والخدم. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذه الطائفة هم بنو إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكانوا آنذاك من خيار أهل الأرض، وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم يستعبدهم ويستخدمهم في أرض الصنائع والحرف وأدناها. ومع كل هذا كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أي يستبقي النساء، فقد كان هذا الفرعون من المفسدين. وفي ليلة من الليالي رأى فرعون رؤية في منامه أفزعته، فقد رأى كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور أهل مصر وجميع القبط ولم تضر أي من بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة وقص عليهم الرؤية وسألهم عن ذلك، فأجمعوا على أنه سيأتي غلام يولد من هؤلاء من بني إسرائيل سيكون هلاك أهل مصر على يديه، أو هلاك ملك فرعون على يديه. فقرر الفرعون أن يقتل كل الغلمان الذكور من بني إسرائيل، حتى جعل رجالا وقوابل يبحثون عن الحبالة ليعلموا ميقات وضع هؤلاء الحبالة، فلا تلد امرأة من بني إسرائيل ذكرا إلا ذبحوه وقتلوه حين مولده في التو. أما هذا المولود الذي يحترز منه وقد قتل بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، فسيربى في داره وعلى فراشه، ويغذى بطعامه وشرابه، وينشأ في قصره وبين يديه، وهو الذي يتبناه ويربيه وينفق عليه، ثم يكون هلاكه بإذن الله على يديه في دنياه وآخرته. وبعد مدة قل عدد بني إسرائيل بسبب قتل أولادهم، وخشي وزراء فرعون أن يموت الكبار أيضا، فمن يخدمهم ومن يستعبدون حينها إن مات كل ذكور بني إسرائيل؟ فجاءوا فرعون وأخبروه بذلك، فقرر الفرعون أن يذبح عاما وأن يترك عاما. وفي السنة التي ترك فيها القتل ولد هارون عليه السلام، أما موسى عليه السلام فقد ولد في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حملت به، ولم يكن يظهر عليها آثار الحمل، فلما وضعته وأرضعته ألهمها الله عز وجل أن اصنعي صندوقا من خشب وضعي فيه هذا الغلام الصغير، فإن خفت عليه فألقيه في اليم أي في النهر وتوكلي على الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سيرده إليك ويجعله نبيا من المرسلين. فإذا بأم موسى عليه السلام تضع هذا الغلام في الصندوق، ويجري به الصندوق في الماء بأمر الله عز وجل، حتى وصل الصندوق إلى قصر الفرعون وتوقف أمامه، ووجد الجوار الصندوق في النهر، فالتقطنه وأتينا به إلى امرأة فرعون، وهي آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. فلما فتحت آسيا الصندوق ورأته أحبته حبا شديدا،
فلما جاء الفرعون قال: ما هذا الغلام؟ وأمر بذبحه في التو، فأخذته منه امرأته ودفعته عنه. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون: أما لك فنعم، وأما لي فلا، لا حاجة لي به. قال الله تعالى: وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وحزنت أم موسى عليه السلام على ابنها، وأصابها الهم والغم والحزن، وكادت لتكشف أمره وتسأل عنه جهرا، لولا أن الله جل وعلا ربط على قلبها وثبتها، فقالت لأخته وهي ابنتها الكبرى: قصيه، أي اتبعي أثر موسى واطلبي لي خبره. فبصرت به عن جنب، أي كانت أخته تنظر إليه وكأنها لا تعرفه. فإن موسى عليه السلام لما استقر بدار الفرعون أرادوا أن يرضعوه، فلم يقبل موسى ثديا ولا أخذ طعاما. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فحاروا في أمره فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته. فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه، إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه، بل قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه، فلما أرضعته التقم ثديها ورضع منها، ففرحوا بذلك. وذهب البشير إلى زوجة فرعون يعلمها بذلك، فاستدعت زوجة الفرعون أم موسى إلى منزلها، وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها، فأبت أم موسى ورفضت ذلك، وقالت متعللة: إن لي بعلا زوجا وأولادا، ولست أقدر على أن أتركهم إلا أن ترسليه معي. فكلما أراد أن يرضع موسى يرسلونه إلى أمه فترضعه، وكذلك رد الله عز وجل لأم موسى ابنها كما وعدها: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وتربى موسى عليه السلام في قصر الفرعون، وبقي سنين طوال على هذه الحال، حتى بلغ موسى أشده واستوى، فآتاه الله عز وجل حكما وعلما. وخرج موسى عليه السلام في يوم من الأيام في وسط النهار، والناس منشغلون وغافلون، فدخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، فرأى هذين الرجلين يتقاتلان ويتضاربان: هذا من شيعته، أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، أي إنه قبطي مصري. فلما استغاث الرجل من بني إسرائيل بموسى عليه السلام على ذلك القبطي المصري، أقبل موسى عليه السلام إليه فوكزه فقضى عليه، فمات القبطي من ضربة موسى دون أن يتعمد موسى قتله. وقد كان القبطي كافرا مشركا بالله عز وجل، ولم يرد موسى عليه السلام قتله أبدا، بل كان قتلا خطأ، وإنما أراد زجره وردعه عن بني موطنه من بني إسرائيل. وهرب الرجل الذي من بني إسرائيل، وحينها قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. واستغفر موسى عليه السلام ربه فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر الله عز وجل له. فأصبح موسى عليه السلام بمصر خائفا يترقب، فصار يسير في المدينة ويتلفت يمنة ويسرة. فبينما هو كذلك وجد موسى نفس الرجل الذي استنصره بالأمس يصرخ ويستغيثه مرة أخرى على رجل آخر قد قاتله، كما قال تعالى: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته وشجاره، ثم أراد أن ينصره على ذلك القبطي الآخر ويخلصه منه. فلما عزم موسى على ذلك وأقبل على القبطي، ظن الرجل من بني إسرائيل أن موسى أراد أن يبطش به هو كما عنفه آنفا، فرد عليه الذي من بني إسرائيل وقال له: قال يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع القبطي ما قال هذا الرجل، علم أن موسى عليه السلام هو الذي قتل ذلك الرجل المصري بالأمس،
فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك، وشاع خبر موسى بينهم، فأرسل فرعون في طلب موسى وأمر بقتله. وسبق كل هؤلاء رجل صالح من شيعة موسى عليه السلام ليحذره وينصحه، قيل اسمه شمعون. فجاء مسرعا إلى موسى فأخبره وأنذره من فرعون وجنده، فقال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، اخرج يا موسى من هذه البلدة الظالم أهلها، إني لك من الناصحين. فخرج موسى من مصر هاربا بلا زاد، متوجها إلى الشام تلقاء مدين. ثم دعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما ورد موسى عليه السلام ماء مدين وجد عليه جماعة من الناس يطلبون السقيا لمواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تدفعان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهم البئر. فقال لهما موسى: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينصرف الناس ويصرف مواشيهم عن الماء ويعودوا، وإن أبانا شيخ كبير، يقال إن هذا الشيخ هو رجل ممن آمن مع النبي شعيب عليه السلام، والله أعلم. ثم سقى لهما، ويقال إن موسى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البئر، ويقال إن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البئر بحجر لا يرفعه إلا 10 أنفار، فجاء موسى عليه السلام ورفع الحجر بمفرده بإذن الله وقوته، وسقى لهاتين المرأتين. فرجعت الفتاتان لأبيهما الشيخ الكبير، فاستنكر رجوعهما باكرا عن كل يوم، فأخبرتاه المرأتان بما حصل لهما، فأمر إحداهما أن تذهب إلى موسى فتدعوه، فذهبت إليه تمشي على استحياء، وقالت لموسى: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمشى موسى عليه السلام معها وهي خلفه، فلما دخل عليه رأى العشاء مهيئا وهم جالسون، فدعاه الشيخ للجلوس، فجلس موسى وأكل، ثم سأله الشيخ عن نفسه وعن قصته، فقصها موسى عليه. قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال الشيخ الكبير لموسى عليه السلام: يا بني إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين. وذهب أكثر المفسرين إلى أنه زوجه الصغرى منهما، وقال: على أن تكون أجيرا لي 8 سنين، وإن أتممت 10 سنين فذاك كرم وتفضل منك وليس بواجب عليك. فقال موسى عليه السلام للشيخ الكبير: الأمر على ما قلت إن شاء الله، فأيهما قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول شهيد، وهو على ما نقول وكيل. قيل إن موسى عليه السلام أكمل الأجلين وأتمهما، أي 10 سنين تماما. كان أول بلاء نزل بفرعون وقومه هي السنين، وهي أعوام جدب وقحط وجوع، فهلكت الزروع وماتت الماشية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فلما جهدهم ذلك وأتعبهم قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز، لئن كشفت عنا هذا العذاب، لنؤمنن لك يا موسى ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فكشف الله تعالى عنهم ما وقع بهم، وعادت الخيرات وزادت الثمرات مرة أخرى، ولكنهم لم يفوا لموسى عليه السلام بوعدهم، وظلوا على كفرهم وعنادهم. قال الله تبارك وتعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فأرسل الله عز وجل عليهم الجراد فأكل زروعهم ودمر محاصيلهم، وقيل إنه كان يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم، فذهبوا إلى موسى يسألوه أن يدعو لهم، فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم العذاب وذهب الجراد، ولكنهم مع ذلك ظلوا على كفرهم وعنادهم وكبرهم وجحودهم، فأرسل الله عز وجل عليهم عذابا وبلاء آخر،
وهو القمل، وهي حشرات صغيرة، وقيل بل السوس الذي يخرج من الحنطة، وقد سلطه الله عز وجل على البيوت والأطعمة حينها ذهبوا إلى موسى ثانية وثالثة وسألوه أن يدعو لهم، فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم، ولكنهم ظلوا على كفرهم وعنادهم، ثم ابتلاهم الله عز وجل ببلاء آخر، فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فملأت بيوتهم وأطعمتهم وآنيتهم، حتى قيل إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك الضفادع، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك بأن يكشف عنا العذاب، فكشف الله عز وجل عنهم العذاب، ولكنهم كما هي عادتهم ظلوا على كفرهم وعنادهم، فأرسل الله عز وجل عليهم الدم، فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا صار دما. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فقد كان آل فرعون كلما رأوا آية وبلاء واختبارا وجاهدهم ذلك وأتعبهم أقسموا عهدوا موسى لئن كشف عنهم هذا الرجز والعذاب والعقاب ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل. فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى كفرهم وضلالهم وأعرضوا عن الحق والإيمان، فيرسل الله عز وجل عليهم الآيات يتبع بعضها بعضا، وكل آية أكبر وأشد من التي قبلها، فيكذبون ويكفرون ويعاندون ثم يعدون ولا يوفون. قال ربنا تبارك وتعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فإذا جاءتهم الحسنة أي إذا جاءتهم العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار قالوا لنا هذه أي نحن أولى بها وهذا هو الذي نستحقه ويليق بنا، وإن تصبهم سيئة من جدب وقحط وبلاء يطيروا بموسى ومن معه، أي إنهم يتشاءمون حينها ويقولون ذهب الرخاء والخصب والعافية منذ أن جاءنا موسى، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي ولو جئتنا بكل آية ومعجزة يا موسى فلن نؤمن لك ولن نتبعك. وعن فرعون قال الله عز وجل واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فبعد أن تمادى آل فرعون في كفرهم وعنادهم واستكبارهم، وبنو إسرائيل الذين آمنوا مع موسى عليه السلام يتحملون ويصبرون، وقيل إن طائفة من القبط المصريين من قوم فرعون قد آمنوا بموسى عليه السلام، وقد كان إيمانهم خفية وسرا خوفا من فرعون وجبروته أن يفتنهم عن دينهم والإيمان، وأمر موسى عليه السلام قومه بالتوكل على الله عز وجل والاستعانة به، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا لقومهما بيوتا مميزة عن بيوت القبط المصريين ليعرف بعضهم بيوت بعض، وليكونوا مستعدين للرحيل إذا أمروا به، وأمرهم أن يجعلوا بيوتهم مساجدا ويكثروا فيها من الصلاة. قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قيل إن كليم الله موسى عليه السلام دعا على عدو الله عز وجل، دعا على فرعون بدعوة عظيمة غضبا لله عز وجل، فقال ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
فقد قيل إن زروعهم وأموالهم صارت حجارة، فاستجاب الله تعالى تلك الدعوة وتقبلها. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقد أوحى الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام أن موعد خروجكما من مصر وهجرتكما منها قد جاء، فأمروا بني إسرائيل أن يتجهزوا، فاستأذن موسى عليه السلام وبنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيد لهم ليحتفلوا به، فأذن لهم فرعون بالخروج، فخرجوا بليل مظلم قاصدين بلاد الشام. فلما علم فرعون بالخبر اشتد غضبه وقال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وجمع فرعون جيشه وجنوده كلهم خلف بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فخرج فرعون وتبعهم بجنوده فأدركهم عند شروق الشمس، وتراءى الجمعان، جمع موسى عليه السلام وجمع الفرعون. أما موسى عليه السلام ومن معه فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم والجبال عن يمينهم ويسارهم. فقال أصحاب موسى عليه السلام وهم خائفون: إنا لمدركون. وحينها قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. وكان معه أخوه هارون ويوشع بن نون عليهما السلام. قيل إن يوشع بن نون هو من سادات بني إسرائيل وعلمائهم، وكان معهم أيضا مؤمن آل فرعون. ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه في البحر مرارا علّه يجاوزه فلم يستطع، ويقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، أها هنا أمرت؟ أها هنا وعدك ربك؟ فيقول: نعم. فلما ضاق بهم الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده وكاد أن يصل إليهم ويقتلهم، عند ذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم الهائل الارتفاع. وأمر الله عز وجل الريح فصار البحر يابسا كي لا يعلق في أرجل الخيول والدواب. قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فقد أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يجاوز البحر ببني إسرائيل، فانطلقوا مسرعين حتى خرجوا منه. فلما خرج آخرهم منه كان جيش فرعون يهم بالدخول، فلما رأى موسى عليه السلام وقومه ذلك أراد موسى أن يضرب البحر ثانية بعصاه ليرجع البحر كما كان، فلا يصل فرعون وجنوده إليهم. فأمر الله عز وجل موسى أن يترك البحر على هذه الحال. قال تعالى: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فقد خاف فرعون وأحجم ولم يتقدم، وندم في نفسه على خروجه في طلبهم، لكنه أظهر لجنوده تجلدا وقال لمن استخفهم فأطاعوه: انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيدي الخارجين عن طاعتي. وكان يقدم تارة ويحجم أخرى مترددا خائفا. حينها جاء جبريل عليه السلام على صورة فارس راكب على فرسه، وحث فرس فرعون ودفعها على الدخول. فلما رأت الجنود فرعون قد سلك البحر دخلوا وراءه مسرعين. فلما توسط فرعون وجنده البحر أمر الله تعالى وأوحى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه مرة أخرى، فسقط البحر كالجبل عليهم وعاد كما كان، وأغرق فرعون وجنده. فلما أيقن الفرعون أنه هالك أراد حينها أن يؤمن، فقال وروحه تخرج: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل إن جبريل عليه السلام كان يدس الطين في فم فرعون، فقد قال جبريل عليه السلام: ما أبغضت أحدا بغضي لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، ولقد جعلت أدس في فيه الطين مخافة أن تدركه الرحمة. حينها قال الله تعالى لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقد تاب وآمن حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
وقد شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون، حتى قال بعضهم إنه لا يموت، فرفعت الأمواج فرعون إلى سطح البحر، ونظر بنو إسرائيل إلى فرعون وإلى جنوده وما أحل الله عز وجل بهم من العذاب والغضب ليكون أقر لأعين بني إسرائيل والمستضعفين وأشفى لصدورهم ونفوسهم وقلوبهم. قال الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ليكون الفرعون وهلاكه دليلا على قدرة الله تعالى وعقابه لمن كفر به ولمن أراد أن يتحدى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقد نجى الله عز وجل أولياءه فلم يغرق منهم أحدا، وأغرق أعداءه فلم ينج منهم أحدا، وكان ذلك آية عظيمة وبرهانا قاطعا على قدرة الله العظيمة سبحانه التي لا حد لها. وقد كان هلاك فرعون وجنوده في يوم عاشوراء، وقد كان بنو إسرائيل يصومون ذلك اليوم، وسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صيامه من كل عام، وقد صامه صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.